سادتي وسادتي، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا. خرج من عباءة جده الموسيقار الكبير خالد الذكر سيد درويش، وحاول أن يمشي على نفس الطريق المطرب الفنان إيمان البحر درويش. أهلا بيك. أهلا بيك يا نصير. وزي ما أنا قلت دلوقتي أنك بتحاول تمشي على نفس الطريق، طريق جدك خالد الذكر سيد درويش، هل ده صحيح؟ هو الحمد لله يمكن الانتاج اللي بعت سيدوريش هو اللي يحكم اذا كنت انا بعدت عنه ولا لا، مستمر في نفس الطريق ولكن برؤية جيلنا احنا للظروف اللي احنا محيطة بينا. يعني حضرتك ابتديت بتأدي او بتغني اعمال جدك سيد درويش وبتقدم اللون بتاعه، وبعد كده ابتديت بقى تتخذ طريق خاص بيك او لون خاص بيك، الى اي مدى بتتصور انك نجحت في هذا اللون؟ هو الحمد لله يمكن بعد اخر حفله كنت فيها في التلفزيون دي كانت شيء يعني بالنسبه لي كان في سعاده كبيره قوي قوي قوي، اللي كان الواحد لما يبدا بسيد درويش كقوه كبيره يبقى مش عارف يكمل ازاي، وهل يكمل يا ربي مع اسماء مش معروفه ولا يكمل مع اسماء تكون معروفه عشان يقدر بالمقارنه تكون يعني سيد درويش لازم يكون واحد بعديه لازم يكون بنفس القوه. ولكن لما الواحد بدا مع ناس لسه صغيرين من نفس الجيل كان في رعب، يعني رعب ان انا اقدم ايه وفي نفس الوقت انا احمل اسم راجل عظيم جدا جدا ومش عايز اختار اي شيء يسيء اليه، والا انا اسيء لهذا الاسم، اسيء لهذا الاسم على طول. فلما اخترت اول حاجه كانت نفسي يقول لي قلم وبشره خير ومكتوب لي اغني لك، وكان في ناس مطلعين عشان ان هو وطني وكان ده شيء يشرفني، يعني ده مش عيب فيا ان انا اغني اغاني وطنيه، ولكن هي ليها اسلوب مش اسلوب الهتاف، يعني اسلوب ان الواحد بيحب. يعني كان في كلمات لشاعر اسمه جمال بخيت. هو الحقيقة قبل ما نتنقل لده، حضرتك دلوقتي بتقولي في الحفلة الأخيرة اللي أذيعت في التلفزيون، وفي الحقيقة أنا كنت موجودة في الحفلة دي وكنت بقدمها، أذهلني فعلا استقبال الجمهور ليك فعلا، يعني لأن كانت الحفلة بتضم حوالي 20,000 متفرج وجمهور كله من الشباب، وكانوا عايزين يعني زي ما بيقال إن بيقولك الجمهور الشباب بيحب الأغنية ذات السقفة، الإيقاع، الكلام ده. إيمان البحر لما طلع يغني نفسي وضميني وأغاني ما فيهاش ولا إيقاع ولا سقفة ولا حاجة، ومع ذلك الجمهور استقبلك استقبال فعلا كان رائع حقيقي، يعني أنا شفت ده بنفسي. ويمكن لو الأستاذ المخرج معانا دلوقتي يجيب لقطة من الحفلة الناس هتشوف. لا ده كمان يعني الإذاعة في التلفزيون ده جزء بسيط من اللي كان في الحفلة. يمكن إن في التلفزيون بيقفلوا الميكروفون بتاع الناس، مش بيتقفل لكن ما بينقلش قوي، ما بينقلش، هو بيطلع بس في اثناء التسقيف مع الاغنيه او في نهايه الاغنيه، لكن هم اثناء ما انا بغني كنت بعمل لهم المايك كده عشان سامع صوتهم بيردوا، ال 20,000 بيردوا عليا. انا يمكن حضرتك قطعتيني في موضوع جمال بخيت، اللي انا بقول لك اسباب دايما الحب بيبقى لوحده، فهو بيقول حبيت حجر وانا قلبي رشيد، ترجمت احزانك تغريد، ضميت قمر وضلوعي هلال، مين اللي قال الهوى تمهيد؟ يعني مين اللي قال ان الهوى ان واحد يحب واحده؟ ممكن واحد يحب حجر بتاع بلده يبقى هو حب. فالاسلوب بتاع ان الواحد يحب بلده مش بشكل هتافي، ده اسلوب موجود من ايام سيد درويش من زمان. فانا اختار احب الاسلوب ده اكتر ما احب الاسلوب اللي هو فيه الهتاف. اللي فيه صوت عالي او مش مجرد زعيق يعني. بالظبط كده. حتة إيمان البحر درويش لما بيغني الأغاني الوطنية، يعني مثلا ما بتقول إيه مكتوب لي أغني لك وأغزل مواويلك بشرة خير، أو دي الناس بتسقف وبترقص عليها وفرحة وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت فيها قيمة إنها بتتغنى للبلد، أغنية وطنية. ونفسي مثلا ما بتقول نفسي إيدي واحدة وأنت إيدك برضو واحدة، مدي إيدك وهي إيدي، البلد محتاجة لنا دايما. يعني إحنا الشباب اللي بنبني المستقبل بتاع البلد، فمدي إيدك وهي إيدي، إحنا محتاجينها برضو زي ما هي محتاجانا. أيوه يعني حقيقي الطريقة دي في الأغاني الوطنية طريقة جميلة جدا، يعني بتبدو في الأول أغنية عاطفية وبتبدو أنك بتغني لوحدها، لكن أنت بتغني لبلدك لمصر، فده فعلا أسلوب جميل. هو أسلوب جميل، أنا واخده من سيد درويش عشان أعرف سيد درويش كويس، فأنا يعني أنا بقدم شيء بس الأسلوب بتاعه كشعر يناسب جيلنا، لأن أسلوب سيد درويش زمان هم لهم أسلوب في التعبير عن المعاني الموجودة، اللي هو بديع خيري وبيرم التونسي كان لهم اسلوب معين في التعبير، فبيعبروا عن جيلهم، فباقيين لغايه يومنا هذا. احنا لما نعبر عن جيلنا بكل صدق جوانا يفضل بعد كده مع الاجيال اللي بعد كده. كيف تعبر عن جيلك يا ايمان؟ انا بعبر عن جيلي في كذا حاجه، في اسلوب الحب لازم يكون المعاني مختلفه، في اسلوب الوطنيات، كل ظروف بلد بتحيط بيها لازم الواحد يعبر عن الظروف، ان مش ممكن الظروف تبقى مستمره على الاطلاق، يعني دايما كلها متشابهه. ايه تاني؟
المواضيع العامة كلها، يعني قول يا قلم قول، دي بتتكلم عن حاجات كتير قوي، يعني اجي على كلامي، انامل تمسح جبين العرقانين وازرع سطوري سلام. ايمان، في الحقيقة كتير جدا من اغانيك الوطنية بتبدأ وبتبدو في البداية انها اغنية عاطفية جدا، بتتغزل في حب الحبيبة، ولكن بعد جملتين او كوبلي او كده بنكتشف ان هي لبلدنا والمصر ولحبيبتنا الكبيرة مصر. هي لا، هي انا مش بتغنى في حب مصر، لان بتغنى باشياء تهم الناس، يعني اكتر من مصر، بغني حاجات تهم الناس. يعني في اغنيه اسمها تكلمي يا حروف بحق، اتكلمي يا حروف بحق يا حروف بحق. طب ممكن نسمعها على عود؟ لا دي لسه، انا هسمعكم حاجه تانية على عود. طب نسمع ايه على عود؟ هقول حاجه، ويمكن انا مش عايز ان انا اقول ان يعني انا الوحيد اللي بيقدم كده، ولكن في ناس كتير بتقدم الكلام ده، ولكن هو ما اعرفش هي ما وصلتش للناس ازاي. كان في اغنيه لعلي الحجار انا كنت يعني اقدر اقول بكرهها لاني مش فاهمها، كان بيقول اوعديني بالغرام اشتريكي بالالام، كل يوم بعشق كتير وانت عشقي على الدوام. ده الواحده مرفوض، طبعا يعني مش مش هقول لواحده كل يوم هتقول كل لها شويه. كل يوم. ولكن لما اقول ابدريني في المزارع، فرقيني على الشوارع، اطلقيني سهم بارع، وارحميني من الزحام، ما فهمش ده الواحده ازاي. ولكن هو لما قعدت مع الشاعر جمال الخيط لبلدي قال لي ان هو المصر، فالمصري يبقى شيء جميل، لان عشق البلد غير عشق الحبيبه بمعنى اصح. اوعديني بالغرام اشتريكي بالالام، اوعديني بالغرام اشتريكي بالالام، كل يوم بعشق كتير وانت عشقي عالدوام عالدوام. ده اسلوب برضو حب للبلد، ولكن برضو اسلوب النعم. جميل الحقيقة، جميل. طيب إيمان، لو اتكلمنا عن أفلامك، حضرتك قدمت العديد من الأفلام السينمائية، قدمت خمسة خمس أفلام ونجحت في السينما، يعني أكتر فيلم حبيته إيه أو تعتبر إنك هو نجحت فيه؟ أحسن قصتين هما كان تزوير في أوراق رسمية وزمن ممنوع. الطير في السماء خفيف لذيذ يعني، حكاية في كلمتين، في استعراضات حلوة قوي، ولكن القصة من القصص اللي هي اتعملت قبل كده. بقى لك قد إيه منقطع عن السينما؟ بقى لي فترة من سنة 88. ليه؟ بصراحة مفيش مواضيع تشد الواحد، يعني مفيش مواضيع تشد الواحد عشان يقدر يعملها، عشان تضيف لي حاجة أنا كمغني. يعني أنا مش هضيف للسينما حاجة، ولكن السينما تضيف لي أنا حاجة. قدمت خمس أفلام سينمائية، لكن بالنسبة للفيديو والتلفزيون كان لك تجربة واحدة، وهي مسلسل حبيبي الذي لا أعرفه. نجحت في أفلامك السينمائية وشكروا فيك نقاد جدا، لكن يمكن المسلسل ما عرفش، يعني ما نالش نفس حظ النجاح في السينما. هو يعني الحمد لله، أنا الناس مبسوطة مني، أنا حاسس إن اتقدمت في التمثيل، وحاسس إن أنا طبيعي جدا 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 في المسلسل. النقاد ذبحوني ليه أنا مش عارف، يعني لو ريت لو يبقى في فرصه انا اشوف في جزء معين انا معني لي، حاسس ان انا بتكلم كاني قاعد في البيت مش كاني قدام كاميرا، وده واصل للناس. طب ليه النقاد بتعمل كده؟ انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم ايه السبب لغايه دلوقتي. وحشتيني يا مرجان. جدد من فضلك يا سيد علي بابا. برضه وحشتيني. هو انت كل ما تشوفني تقولي وحشتيني، مش حافظ حاجه غيرها؟ بقول احساسي الحقيقي من ساعه ما بتسيبيني لغايه ما اشوفك، بتوحشيني قوي. وانتي مفيش حاجه تقوليها؟ انا ما اعرفش اقول كلام زي ده. اشمعنى؟ عمرك ما قلتي كلام زي ده؟ لا طبعا. هقوله لمين؟ اللي بيني وبينين، خطيبك. بصراحة أنا مش مخطوبة، أنا رفضت أتخطب لابن خالتي ورجعت له شبكته. ليه؟ كده كان في حب بينكم؟ أنا مش عايزة أتجوز. لو كنت بتحبيه كنت قلت كده؟ معرفش. سيد درويش كان مغني ومؤدي وملحن وموسيقار. إيمان البحر درويش بيلحن؟ هي أول تجربة تلحين دي، ربنا يلطف بيها.
هو اللحن كان يعني كل التجارب اللي جات لي في اللحن ده ما عجبتنيش، لغايه ما ربنا الهمني يعني وعملت لحن كويس. اللي هو ايه؟ اسمه انا ما اقبلش اكون انسان على الهامش، انا ما اقبلش اكون عايش ومش عايش. ده في الحب، ولكن هو معنى جديد ما بيتقالش دايما. كان كل الكلام مثلا ايه من كام سنه وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول بال، لا بتتكلمي ولا بتسلمي في كل يوم بريك في حال وانا ميال. يعني لا بتسال ولا بتسلم ولا بتتكلم يعني دايما مقبل الحديد، يعني هو لكن مقبل قوي وهي بعيد خالص. فهو المفروض ان العلاقه اللي في زماننا ده لازم تكون فيها ايه، فيها كرامه، فيها عزه نفس، فيها يعني انا لما اقول انا لاجلك اعدي بحور وبدلك ظلامك نور، ولو بينك وبين بلاد اعدي لك بقلب قصور، لكن ما اقبلش اكون قصه وضيعه في قلبك المغرور. الله. انا ما بلش اكون انسان هامش. انا كده وهي كده. يعني الاثنين لازم تبقى، الاثنين لازم يكونوا. ما اقصدش ان انا كراجل وهي، لكن هو لابد ان يكون الراجل كمان بالذات كده. ان المراه لا تحب الرجل الا اذا كان راجل، يعني راجل يعني مش شخصيته تبقى اقوى منها اساسا. المراه ايه عند ايمان البحر درويش؟ المراه انا بسمي المراه هي يعني قوه المراه في ضعفها. يعني عندما ارى المراه رجعنا نقول ما فيش كبرياء، نقول ضعف. لا يعني انا اقول ايه، ان قوتها الشديده جدا في ضعفها. يعني عندما تتحول المراه انها تكون ند، انا بالنسبه لي بكلم بالنسبه لي، فانا لا يعني ما اقدرش يعني الا النديه بين الرجل والمراه. طب غنيت اغاني عاطفيه ايه بتحضرها جديد؟ في اغنيه اسمها مين السبب، كان ردك عجب من العجب، كان حلمي اقوى من الغضب، كان كل شيء في الكون جحيم لما ابتعدنا بدون سبب. الله. حسيت بشيء جواكي صلب بينكسر. لا حسيت ببعدك. حسيت ببعدك ورغم قربك انا بنقسم، وافترق رغم اشتياقي وارتحل رافض عذابي. مين وارتحل رافض عذابي. طب هتقدم لنا ايه على عود من الاغاني العاطفيه؟ حاجه كنت مختارها مع طرف السماء، ولكن قدمت طرف السماء واجلتها دي شويه. دي جديده. نفس التفعيله بتاعت الكلام، ولكن موضوع فيه حب، ولكن مش لازم كل حب يتقال بشكل رومانسي زي دميني. يعني الواحد بيحاول يجدد دايما ايه، ان ممكن اقول معنى حب ولكن مش بنفس المعنى اللي هو مكرر قبل كده. يعني دميني ليها اسلوب ناعم قوي، ولكن لما يكون الكلام نوعيته مختلفه عن دميني، لازم يكون اللحن المواكب لهذا الكلام لازم يكون مختلف. فهو بيقول ليلي خفى وانطفى والخوف اختفى، جت شمس بدفى لفت لفلفه طرحت زغريد على ايد صفصف. فبيقول بدا حبك ندى لعيوني اهتدى، خد عمري في ندى وابتدى ولقيتني بصور عصفور هدهدى، وبطير في الفضا عيني مفضفضه فيها حلمك بدر، ده حبك كده خد مني الحزن هداني الهدى، رفرف قلبي في حبك رفرفة، اللي خفى وانطفى والخوف اختفى. هو في الحقيقة ده بيخليني أسألك سؤال يا إيمان. يعني النهاردة هل أنت بتغني مثلا لجيل الشباب ولا جيل الكبار القدام اللي هم بيحبوا الأغاني؟ في مجموعة من الناس بتحب الأغاني الأصيلة والشرقية وفقط، ما بتحبش الجديد والريتم والإيقاع، وجيل الشباب بيحب برضو، في منهم بيحب طبعا القديم، ولكن في كتير جدا بيحب الإيقاع السريع والجديد. انت بقى بتعتبر نفسك مطرب الشباب ولا الكبار ولا حاجه؟ هي موضوع الاغنيه الشبابيه ومطرب الشباب ومطرب الكبار ومطرب الصغيرين، دي مسميات المفروض الصح يعني. ده بالنسبه لي برضو مش لازم يكون عام لكل الناس، ولكن انا بتكلم من وجهه نظري انا، ان الانسان ما يمشيش تبع الناس. يعني ما يمشيش ان انا الناس عايزه ايه او الشباب عايزين ايه وبعدين الكبار عايزين ايه، عشان ده بيخليه هو يختلف في اختياره. على عكس ما تكوني ماشيه باللي جواكي كويس طول عمرك، تفضلي على منوال واحد. يعني ما اثرش عليك ابدا حكايه ان الناس يقول لك عايز ايقاع ومش عايز ايقاع، ما اثرش الكلام ده؟ لا ما عيب الايقاع، ولكن انا بكلم المغني موضوع. المغني بيغني ايه؟ هي دي المشكله. أيوة. ما الناس ترقص، بس ترقص على حاجه كويسه. أيوة. يعني يرددوا معاني كويسه. ده مش عيب. يعني الكلمه اولا، فالمغني هو الموضوع. وحضرتك لما تشوفي كل الناس العظماء اللي قابلينا هتلاقيهم كانوا بيغنوا ايه، الكلمة. مش بيغنوا ازاي. هم بيغنوا حلو على عيني وراسي. ولكن الاساس في الموضوع ان هم كانوا بيوصلوا الكلام اللي جواهم. يعني مش الاساس الريتم والايقاع، ما ده اللي انا بقوله، ان تبقى بس مساله سقفه وريتم وايقاع. هو دلوقتي ماشي كده. ان هم الاساس الموضوع ان هم يعملوا ريتم راقص فالناس ترقص ومش مهم الكلام. وده ما بيعيش والناس عارفه كده. يعني اذا كانوا بيقولك ان هو دي الناس عايزه كده، لا الناس مش عايزه كده. الناس بتسمع كل انسان بقدره. يعني هم لما يسمعوا ايمان، يسمعوا علي الحجار، يسمعوا حميد، يسمعوا عمرو، يسمعوا ايهاب، يسمعوا كل الناس دي. كل الناس دي مش عيب ابدا ان انا اسمع ده واسمع ده واسمع ده. انا في وقت عايز اسمع وفرفش، في وقت عايز اسمع حاجه هاديه. بس كل واحد بيبقى جواه عارف الانسان ده قدره قد ايه عنده. أيوة. انا زمان لما كنت بتفرج على اي مثلا مسلسل او اغنيه او بيبقى جوايا احساس الراجل ده عظيم قد ايه، بقى نفسي اسلم عليه.
نفسي اشوف اسلم عليه. ده احساس انا كنت اتمناه زمان لما اشوف حد بيقدم حاجه حلوه. فاصبحت انا لما دخلت في مجال الفن اتمنى ان الناس تبص لي نفس النظره. ايوه يعني بتحترم فنك، تحترم نفسك، وناس ولازم تحبك ولازم يختار اللي هو جواه المقتنع ما يغيروش. والا تلاقي اختياراتك الشريط ده كويس، الشريط اللي بعديه وحش. ويمكن في ناس كتير قوي نزلت شريط يعجب الناس ويفرقع مع الناس، وبعدين تاني شريط مفيش انتهي، لان هو فاكر الناس حبت ده فيدي لهم ده كمان، يقولوا لا مش عايزين خلاص. انا بلاحظ في كلمات اغانيك انك تنتقي كلمات فعلا جميله، وبعدين بيبقى الكلمه ليها اكتر من معنى. يعني مثلا يا انا على ما اذكر قرانك وانا جيلك، ولو تناجيني انا جيلك، وقت الشده اديلك وانا جيلك، ومهما تموت هنا اجيلك انا جيلك. يعني الكلمه في كمان قولي لي ايه اللي يهمك وانسي اللي فات يلا وهمي. أيوة. خلينا اشيل عنك همك من صغري بتشيل في همي. ده عشق اهلك راس مالك، وتراب دروبك رسمالي، الشمس طالعه ورسمالك، بكره اللي جاي ورسمالي. روح قول له قريب واصل، مش ناسي جميلك واصل، راح افوت الغربه واجيلك، ما اقدرش افوتك واصل. انت بتتعمد بقى تنتقي؟ لا انا بحب الشكل لما يكون المؤلف يعني قال نفس الكلام ده بشكل جميل، احب اختاره. يعني سلامات يا ابو شال ورداني جايب صحبه ورد اني بس هي تتنطق. يعني سلامات يا ابو شال ورداني جايب صحبه ورداني، سلم على اخوك ورداني قول له انا جاي طلب الايطاء. لا جميلة الحقيقة. يعني هنسمع ايه بقى من العاطفي الجديد؟ احسن معك الاغنية بتتكلم برضو في العاطفة بس هي دمها خفيف شوي. ليلي خفى وانطفى والخوف اختفى، ليلي خفى وانطفى والخوف اختفى، جت شمس بدفى لفت لفلفة، طرحت زغاريد عناقيد صفصفة، بدا حبك ندى لعيوني اهتدى، بدا حبك ندى لعيوني اهتدى، خد عمري في ندى وابتدى ابتدى، ولقيتني بصورة عصفور هدى هدى، بدا حبك لعيوني اهتدى، خد عمري في ندى وابتدى ابتدى، ولقيتني بصورة عصفور هدى، وبطير في الفضا عيني مفضفضة، وبطير في الفضا عيني مفضفضة، في حلمك بدا رضا حبك كده، خد مني الحزن هداني الهدى، رفرف قلبي في حبك رفرفة، ليلي خفى وانطفى والخوف اختفى، جت شمس بدفى لفت لفلفة، طرحت زغريد عناقيد صفصفة. إيمان البحر درويش، كيف نصل بأغنيتنا المصرية إلى العالمية؟ نعرف سيد درويش كان بيعمل إيه؟ الله نعرف سيد درويش كان بيعمل. أنا سيد درويش بالنسبة لي عالمي، وأنا أثبته إن شاء الله مع الأيام.